ليبيا تخطو خطواتها نحو وحدة سياسية، أما الاقتصاد فمشواره يبدو أكثر تعقيداً. الشركات والأفراد العاديون يقابلون صعوبات في إجراء المعاملات الأساسية بسبب انقسام المؤسسات المالية، ولكن إقفال المقاصة على كل الفروع بأكملها النتيجة عشناها، تضخم 40%، انخفاض في القوة الشرائية للدينار 70%، إفقار شعب 80% من الشعب. محادثات توحيد المصرفين المركزيين في مراحلها المبكرة، والخلاف حول الميزانية أبرز العقبات، لأن هذه الميزانية تصعد إلى 93 والآن تقدم ب 110، والمرتبات تصعد من 28 إلى 34 والآن 43، وحسب ما أنا ما فهمت من غادي من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية أنهم هم من خلال الجدول الموحد قاعدين يتطلعوا إلى 59. هذه رأي جريمة كبرى في تاريخ ليبيا. الشركات في الشرق أو الغرب الليبي تتجنب البنوك الموجودة في الجانب الآخر حتى تتم المعاملات المالية دون تعثر. هذا شيء طبيعي أنه حتحدث مضاعفات وتأثيرات جانبية، لأن إقفال المقاصة والتأثير على حركة السكوك بين المصارف بيؤدي بالتالي إلى تراكم مديونية هذه المصارف، وبالتالي أيضا يؤثر حتى على حركة التجار وحتى على المواطنين العاديين. تقع على الحكومة الليبية المؤقتة مهمة الإعداد للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وتحسين الخدمات، لكن التقدم الذي تحقق في هذا المضمار ما يزال ضئيلا، حيث تصطدم هذه الجهود بتنازع الكيانات السياسية الهيمنة على المؤسسات الكبرى وعلى رأسها شركة النفط والمصرف المركزي.